المقابله ديال اليوم سنقول لك شنا واحد الجوله الاولى مغايره على الجوله الثانيه. واحد الجوله الثانيه انا ما شناهاش بعدا كاع برما طلعنا مزيان وصلنا البوطو واحد الكره زقلها زريده. مهم بحال هاد المقابلات كيكونوا كبار يعني كتجيك ماشي نصف محاوله ربع محاوله خاصها تتماركي. راك شتي حتى البيت اللي تمارك علينا حنا شي بك كيفاش جاي وراه ميته تضرب سونتراج هذاك اللي ماركا بعدا ما تاقش براسو انه ماركا. والدوزيام ميطا انا ما فهمت فيه والو بالنسبه للمدرب ما فهمتش فيه والو. ما فهمتش انك لاعب على العصبه وراجع للور باغي مقتنع بهذاك بواحد الزيرو ما عرفتش زادك الثاني حفظ الله كان زادك الثالث. صراحه راه العصبه عندها قوامه غتلعب على العصبه خاصها قوامه مسالينا باش نهضروا في لا لوجيك ولا نسكتوا. راه حتى كتلعب على البطوله هنايا كاع الفرق المهددين بالنزول تعادل شي معاهم ولا خسرت شي معاهم. اشوف هذا دابا هاد الروتور اللي لعبنا دابا هاد الروتور من 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 الدوره 15 لدابا وشحال من نقطه حصلنا عليها. الو صاحبي يلاه كتربح في دونور ولا كتعادل كتخرج خارج التيران كتخسر ولا كتجيب نقطه. واش هذه الرجاء يا بطله؟ واش هذه الرجاء؟ يمكن الخلل اخويا الخلل اليوم كان في المدرب ماشي نضرب في لوجيك. الخلل كان في المدرب وكان الناير ما كانش خصو يلعب اليوم. احنا كنمشي نعيرو في مدكور 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 مزيان لا ديفونس ديفونس مو مزيان في الفاز ديفونس مدكور ما يعابو عليه في, 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 في سونتراج في معاه ولا طاق. ولكن بحال هاد المقابله هادي ما كنتش دخلنا غير نهضرو في لوجيك. المهم ما كناش باغيين نهضرو دابا ولكن دابا ملي سالت 90 دقيقه اخويا كل واحد نعطيو حقه. انا عطيني اليوم الا كنتي غتعطيني اللعاب ما غيلعبش ليا انا 100% غيلعب ليا 300% الا غيلعب ليا 100% ما عندي ما ندير به. لعب ليا 300% لان المقابلات العمر هادشي اللي بقى عندك اليوم. اش بقات عندنا؟ بقات عندنا العصبه. اش نكذبوا؟ شحال البطوله اش غنديروا في هاد البطوله؟ اش غتجي الثالث ولا تجي الرابع ولا تجي الخامس؟ اسيدي بقات عندنا هاد العصبه خصنا نلعبوا لها في الكل في الكل. والحمد لله اليوم كان التحكيم مزيان يعني ما كانش اليوم التحكيم كان مزيان كان عادل ولكن ما شناش ما دوزيام ميطا ما وصلناش للبوطو كاع بريمير ميطا كنا مزيانين دوزيام ميطا ما شناش كاع. المقابله اش غنقول لك؟ بريمير ميطا لعبنا مزيان ما سجلناش والدوزيام ميطا انا كنرجع المسؤوليه الكبير اللي ما كانش في الموسى لان حتى التغييرات ما كانوش في الوقت المناسب. انا كنت كون دار التغييرات في البدايه ديال الشوط الثاني باش يبقى شاد الريتم ولكن هو دار التغييرات ماشي في محلهم وشي لعبه ما كانوش يستحقوا يلعبوا هذا الماتش ولعبهم ونتمنى وما نخسروش المعركه. دابا يلاه الشوط الاول بقى الشوط الثاني وان شاء الله موعدينا في الدار البيضاء باش ان شاء الله نعوضوا انه يكون انتصار. علاش لا؟ عمرنا ما سميتو نفقدوا الامل. خويا الخلل اش نقول لك؟ لان كون حتى حنا استغلينا الفرص الاول اللي ما سجلنا غادي تكون مقابله اخرى ولكن ما استغليناهمش. ولكن انت المدرب كان يركز حتى هو على ديك التغييرات كان يديرهم كما قلت لك في الاول ديال البدايه ديال الشوط الثاني كنا غادي نمشيو مزيان بواحد الريتم ولكن تعطلوا بداك داك الشونجمون و اكشي لذاك بحال بعض العياب ديال اللاعبين هو اللي ساعدهم بداك النتيجه باش نهزمنا بجوج لصفر. وجوج صفر هي صعيبه ولكن ماشي مستحيله كلشي ان شاء الله ممكن. هذا ما كان ونتمنى انتصار ان شاء الله في الدار البيضاء.